وسبع دقائق مازلتوا تسمعوا في ايميسيون امبوسيبل حلقه اسمع كي نقول الجمعه 5 ماي 2023. تعرف اش تعمل يا خليل؟ نعاود نقول حلقه الجمعه 5 5 2023. نعرف اش تعمل خليل؟ عبد الساسي، عبد اللي، عبد اللي، عبد اللي تمسك كره محايسي، محايسي كجناح ايمن، وقبل ما تخرج محايسي يراوغ لاعب، يراوغ لاعب وشوشان، والهدف الخامس، الهدف الخامس اللاعب البياري، دقيقة 34 من الشوط الثاني. في الربح، في الربح، مالناش باش نمشيو ونبعدوا على الربح باش نبقى، وخاصة أن اليوم 5 5 2023. مرة هذه الربح مع جات أسيورانس. جات أسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. يلا لمدة يوم 100 يوم، اي نعم 100 يوم، جات أسيورانس باش تدلل الحرفاء نتاعها اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين ولا أكثر، وتهديلهم كارت كاربيرون توتال انرجي بقيمة 500 دينار. عملنا اليوم عملية القرعة اللي تسمى بالفرنساوية تيراج وسور اللي عملته جات أسيورانس بحضور عد المنفذ، طلع الرابح. معانا اليوم صوت جميل رومانسي، اسم جميل، هزار جربي. هزار صباح الخير. صباح النور خويا، مرحبا بيكم. منين تحكي معانا هزار؟ على فكرة هزار جابري. جابري، الله غالب، الله غالب، مو تلمو تخل بعضه بيد بيد مرتعشة كتبها المعد. لا جابري، مرحبا بيك. لا هزار، لا هزار، يا مرحبا. منين تحكي معانا لا هزار؟ من مجرين، بالضبط مجرين سانجوبان. سانجوبان، ملا في الخدمة انت، خاطر غاديك كلها شركات. اشتعمل، اشتعمل في الدنيا، اشتعمل في الدنيا اللي هزار. نعمل مديرة موارد بشرية بمجمع اسماعيل. مديرة موارد بشرية، ملا البريم دو روندمون والجو والواحد وكذا كلهم عندك. كلنا مدللين وكلنا كل شيء موجود. صحة 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 لهزار، صحة صحة. ان شاء الله ديما هكا مدلين. ربي فضلك يعيشك يا لهزار. اسيوري مع انا اجونس، انت في جات اسيورونس؟ مع اجونس الجات مدام وفاء بنت عريت المرازقه. اي وش عامله معاك اللي وفاء؟ يرحم والدين والديهم الكل حق. يا به والله في كل شيء، خلقا واخلاقا وسيرفيس والحمد لله. اي بالله نهار حصلت نبزه بيناتكم، نهار غيرتوا روايحكم في كلمه هكا على اليمين وعلى اليسار. الامور ديما مريقه. الحمد لله، الحمد لله يا ربي، الحمد لله ربي يبقي الستر يعطيك الصحه. والحمد لله الاهم من ذلك انك 5 سنين تبارك الله، ولا اكروشاج ولا كذا ولا. لا الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. شنو شنو السر؟ اش حطيت لها؟ شنو هي بار برودوك نور؟ والله لا حطيت حتى شيء، كتبت ربي الواحد ينتبه شويه. والحمد لله، الحمد لله وضيت الوالدين باذن الله. لاباس. انت تتنقل منين لمين يوميا؟ انا من يوميا من وادي الليل للمجري. معناها ماشيه تبارك الله، ماشيه الحمد لله. ان شاء الله سلامات، ان شاء الله ديما سالمه يا ربي، غانمه، امور مريقله. ميرسي بوكو، عايشه. وان شاء الله يا لهزار مغرومه بالكوره ولا؟ شوي شوي، يكفي اني نحب الترجي. يعليك يا حط لها يا سيدي على خاطرها، حط لها، حط لها الدربي اللي نتاع الانسحاب التكتيكي نتاعنا، حط لها، حط لها، حط لها، حط لها. ربي يفضلك. هاو هاو حط لك، هاو حط لك الكادو، هاو حط لك الكادو. ترجي. ربي فضلك خويا، يعطيك الصحة. صحة لي والله على خاطرك يا مدام هزار. يا خو بخاطرك. كان مشكل غالي عليا، راه ما نخليش نجيب تزيري هكا يبدا فرحان وشيخ ويشتح المزود. يعيشكم، ربي يفضلكم من حسن اخلاقكم. ربي فضلك، ربي فضلك، يعيشك خاطرك. السائقة المثالية جات أسيورانس حابت تفرح بيك وتهدي لك كارت كاربيرون توتال انرجي قيمة 500 دينار، مبروك عليك. ربحت معنا مع جات أسيورانس لهزار، وهاني نودعك بالاغنية بتاعك مادامك تحب ترجي. وجرة جرة ربح، إن شاء الله نهار الأحد يا مدام هزار. جات أسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. شفت على بورقيبة بناء المزود في التلفزة الواحد، خطر الانفلاتات هذه اللي تحصل. هاي نكملوا الغنية هذه، نكملوا عليها الساعة تو. لا مازال عندنا الرجوع الاعداد للتلامذة والرئيس مع وزير التربية اش اسدى التعليمات بتاعه، ومازال فما برشا حاجات يا سي نجيب. اي حط له، حط له فاصل صغير ونحضر روحنا للاخبار اللي بعده. اي عبد الساسي، عبد اللي، عبد اللي، عبد اللي تمسك كرة محايسي، محايسي كجناح ايمن،
وقبل ما تخرج حاجي يراوغ لاعب يراوغ لاعب وشوشان والهدف الخامس الهدف الخامس اللاعب البياري دقيقة 34 من الشوط الثاني. الله غالب الله غالب الله غالب طحت في النهار اليوم نهار خمسة شو نعمل لك يا نجيب؟ ما يسالش عني الرقالك ديما وروح رياضية حط له اللي يحب اخويا على الترجي واموره مريقلة. يلا تحية لجماهير الزوز في رقم بتبيع الجمهور الكلوب قبل جيهان تعطينا الانفو ترافيك. اي اف ام انفو ترافيك 8:17 دقيقة مازلنا في كونغرس سلوردات. الخبر الموالي اللي باش نقف عليه بالتحليل والتعليق والتمحيص: شخصيات سياسية دبلوماسية أمريكية تدعو بايدن إلى قطع المساعدات على تونس. في الحقيقة تعددت مثل هذه المبادرات في الولايات المتحدة الأمريكية. هل نحن في سياق الضغط العادي الطبيعي الذي يمارس أم أن في سياق تصاعد ينبغي أن ننتبه ليه في علاقة بالموقف الأمريكي تجاه بلادنا في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق؟ كيف تقرأ المسألة هذه حسين؟ المسألة واضحة وصريحة منذ فترة، مش جديدة مسألة. تعرفت الرسائل أو المطالب اللي تم توجيهها من قبل قيادات أو نخب أمريكية للإدارة متاحة تطالبها بموقف معين من تونس. مسألة سابقة ولهنا نذكر مليح للتوانسة، يعني مش جديد مش جديد مش جديد. بيهم آليات العمل السياسي في أمريكا واضحة. عندك قدرة على أنك تمشي تقيد روحك في وزارة العدل الأمريكية وفي وزارة الخارجية كمجموعة ضغط سجل، معناها كيما تحل شركة بتاع هنا في تونس بتاع سيارة وتصدير ولا بتاع إنتاج، تمشي تقيد روحك كلوبي ضغط أو كمجموعة ضغط، ولك الحق أنك تعمل عرفت بليدوية، تعمل مناصرة وتكلم الناس وتعطيهم حتى فلوس في إطار عرفتها مع مثل مقنن عندهم هما واضحة وتمشي في الضغط. نعرفه مليح كذلك أنه عنا يعني حركة أنت تعترف اللحظة. تعترف أن جزء من عمل لوبيات، هذا جزء من عمل لوبيات لوبيات معادية لتونس. الإدارة الأمريكية تعترف تقول لك المعادية لتونس مع تونس هو واضح. يعني ما هيش قصة موقف مبدئي اللي يمضيه في عرائض هذه. أعطاك هدية من السماء سيد حسين، يعني مش موقف مبدئي ممن بالديمقراطية. في بالك شو صار كي خرجنا؟ صار اتفاق بين كوبين وتسوية تسوية سياسية. لا هل تقديم المغالطات أصلا ما صار شيء وأنا غايب أنا غايب مش بفزدها حسين فيق شنية تأتي في الولايات فيق راك معارض شرس من أجل الديمقراطية هذا تهديله في الولايات شرس من أجل الديمقراطية معنى هذا كلام نجيب راه هذوما لوبيات ودرشنية معنى هذوما شارينه بالفلوس باش يعطيهم موقف سياسي. شوف التقييم والتحليل للمسألة الصفقة ما تقييم وتحليل المشهد لا يقوم عرفت لا نحب ولا نكره ولا واحد. المسألة موضوعية موضوعيا هذه اللوبيات تتحرك في هذا الإطار كيما تحركت قبل مع حركة النهضة وضد حركة النهضة اليوم تتحرك مع سعيد وضد سعيد. الإشكال الكبير أنه الدولة التونسية اللوبي متاعها الرسمي ممثليها قياداتها مسفيرها مش قاعد يتحرك فما غياب رسمي خلى عنا فقط رواية قاعدة تطلع رواية المعارضة ومن حق المعارضة انها تمشي تمارس الضغط وتمارس عملية الحشد واللوبينج. من حق المعارضة من حق. تقولهم حبسوا المساعدات على تونس أول حاجة جوعوا التويس. اسمعني مليح يا نجيب تقول تمارس الضغط واللوبين ما معنى يا نجيب عمليا قالك مش نحبسوا المساعدات من حق المعارضة يا نجيب. تقول هيا خارج يا نجيب هاو نسل فيك هاو قاعد جو فيك من حق المعارضة سيد تطلب حاجة عرفت حتى تحبيس مساعدات من حق أبو من حق هكا تحبيس مساعدات على البلاد من حق الدعوة المعارضة حتى من حقها انا شخصيا ومن انه من حقها تعتبر انه دعم هاو ما بقولتش قول لك تراجعوا الاتفاق حسين ما تراجعوا قلت ما عندناش اتفاق باش تراجعوا عليه هذيك هذا حسين حتى المعارضه ما تقولوش لا لا حتى المعارضه ما تقولوش ولكن هو اللي حق لانه من حقها انها تعتبر اذا هذا النظام ديكتاتوري وانه اذا المساعدات تساعد على ترسيخ الديكتاتوري اكثر من حقها تطلب وقف المساعدات معناها نجوعوا شعب تونسي على لا لا اظلي فما فرق المساعدات الامريكيه لتونس راهي مش مساعدات اقتصاديه راهي مساعدات امنيه وعسكريه زاد يلزمنا نعرف وين هي المساعدات نحكيوا عليها راهو الامريكان مش قاعدين يعطيوا مساعدات كبيره لتونس قاعدين يوجهوا مساعداتهم لوزاره الدفاع وبعض المساعدات للقوات الامنيه. ربي على فكره وانت خبير في معناها في الدقه في الارقام وكذا قطب مكافحه الارهاب في تونس تلقى معناها يحظى بدعم مالي امريكي حظى بدعم امريكي دعم فني ومالي القطب حظى بدعم فني ومالي وحظى حتى بدعم عرفتها تدريبي في عملية التكوين عرفت في تحنيط هذاك على مستوى الوحدات الميدانية نحكي على القطب القضائي القضائي حتى القطب القضائي تلقى في عملية التكوين وعملية التدريب وعملية التجهيز عرفت بدوات وغيره تلقى
وزارة الدفاع تلقات، وزارة الداخلية تلقات، باش نجيبها كبعد من هكا المروحيات اللي عنا دونك بغير ما نسميه واش ما يكونش شهار اللي عرفت صفقة سلاح منين اخذيناه جزء من عتادنا العسكري شنيا هو وزارة العدل خذيت وزارة العدل خذيت وزارة العدل في وحدات السجنية في وحدات السجنية في غيره فانو المعارضة ومش المعارضة التونسية اللي طلبت لهنا نذكروا باش ما نمشاش في المغالطات راهو اقطاب في المجتمع الامريكي نخب المجتمع الامريكي بعثت عريضه طالبت فيها بوقف المساعدات هذه مش اول مره تصير صارت في مئات المرات ما سيغير الامر شيئا لن يغير الامر شيء لسبب بسيط انه السياسه الامريكيه ترسم وفق اهداف واستراتيجيه وفي التوازنات الامريكا اليوم راهي قاعده تناقش في ميزانيه 24 وفي ميزانيه 24 سيتم تخفيض الدعم لوجه لتونس باكثر من 40% واضح اللي هو بطبيعته مقارنه بما كان عليه قبل 21 او قبل 25 جويليه 2021 طاح قاعد يتقلص وصلنا للثلث وقاعد الماشين يتقلصوا فيه واضح حسيت خلنا نسمع زياد انا اللي اثار انتباهي في القائمه نتاع الموقعين على العريضه ذكرنا برب شكون هم اللي هي فيها هم اغلبهم من السفراء وكبار الموظفين في الخارجيه الامريكيه واساس السفراء اللي عملوا في المنطقه العربيه لكن اثار انتباهي جوز اسماء شكون الاسم الاول هو فوكوياما فرانسيس فوكوياما ينعم صح حاليا الفيلسوف بون والاقتصادي في الدين الامريكي فوكوياما وكذلك جيفري فيلتمان اللي هو المساعد السابق لوزيرة الخارجية واللي هو يعتبر العراب الميداني لما سمي ثورات عربي الربيع ونوح العربي نوح في الدمان مصح عليه لا نوح لا ثم كان فرانسيس فوكوياما فرانسيس فوكوياما هاي فوالا واللي أنا كما قال سيلباجي أنا نمن بالفعل ما ثمش ربيع عربي ثم ربيع تونسي يحبوا يحولوا هون في نطوى إلى واحد لكن مش يبقى ربيع إن شاء الله بإذن الله دائم ثم فقرة استوقفتني الفقرة الأخيرة من العريضة النهائية ليش؟ لأنه يذق معناها يربطوا فيها بين السياسي والأخلاقي بين المبدأ والاستراتيجي إيش يقولوا الفقرة الأخيرة يقولوا يخشى البعض أن الضغط المفرط من واشنطن قد يدفع تونس إلى أحضان الصين هذه المخاوف في غير محلها نظرا للقيود الحالية التي تفرضها بكين وكذلك التوافق التاريخي لمؤسسات الدولة التونسية مع الغرب علاوة على ذلك حتى بدعم من الصين ستظل تونس بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي ومساعدة الولايات المتحدة حتى يتعافى اقتصاده وجذب الاستثمار الخاص يجب أن تدرك واشنطن أيضا أن الطريقة التي نتنافس بها مع الصين لا تتمثل فقط في محاولة إنفاقها أكثر يجب أن يكون نهجنا هو تمييز أنفسنا عن الصين من خلال وضع قيمنا على الطاولة وبالتالي هم يعتبروا أن معركة الديمقراطية في تونس ما هياش في بركة تهم التوانسة في بركة ما هياش في بركة تهم الدعم اللي قدمته للولايات المتحدة في امتلاك الأمريكية للثورة اللي جابتها الحرية هذه واللي جاء قيس سعيد بشيركب عليها اليوم وينحرف بها وأنما هو انتصار للقيم وللمبادئ الأمريكية في الدفاع عن الحرية نجيب زياد حسان قد تعطي ورابط قد تعطي وي حتى بالنسب وبالأرقام باش نفهم وقربوا الفهم للسادة المستمعين بين الوضع الداخلي في تونس ومستقبل الأوضاع في تونس والموقف الأمريكي الرابط اربط بسهم السهم هذاك قد تعطي وتقولوا لي راهو رابط مهم راهو الأمريكان وتأثيرهم على الوضع الداخلي في تونس راهو نسبته 80-95 راهو الأمريكان يملكوا الأوراق الكل راهو ما يملكوش راهو لا مسألة عادية يملكوا 40% يملكوا 10% ولكن في لحظة من اللحظات ينجموا كان يحبوا يوليوا يملكوا 100% نحب نفهم رؤيتكم في الحكاية هذه مش نفهم الحكاية يعني ومدى أهمية هذه الاعتمالات اللي موجودة واللي حقيقة تعودنا عليها هل على الفاعل السياسي التونسي أن يعير اهتماما وانتباه لهذا الاعتمال الموجود داخل الموقف الأمريكي مد وزجر محاولة تأثير دفع مطالب تجاه التنفيذي الأمريكي بشيخ موقف مما حصل في تونس الحكاية هذه شتعتيها نجيب تأثير على, على, على تونس باش نبدأ نجاوب على سؤالك وبعد نرجع للتفاعل مع زياد تفاعل أمريكا كي عملت حرب العراق ومشت جابت بدبابة نصبت حكم
وقتها كنت مع الأنظمة تدعم في الأنظمة. تكتيك أمريكا تبدل ولا مع الشعوب إيش تحب أنت يا شعب أنا نمشي معك. 100% أمريكا تعتبر أمريكا تملك أوراق التأثير في تونس. 100% مش في تونس, في أمريكا في أي بلاصة بايدن يحب ينحي ما عنده باستثناء تضرب أول في العالم. هاو في سوريا طاح, في سوريا إيران خيارها طاح, في عديد الأماكن خيارها في سوريا قريب توصل تقريبا الحرب على إيران وروسيا وكذا وهبطت بالبوا قريب توصل معناتها حرب عالمية, ومش هبطة أمريكا كان حابة تنحي بشار تنحي بجميع الوسائل. أمريكا ريهم مش ما نغلطوش, ماش ود الخطف نحكوا على امريكا ما هو بريكس ونمشي ونجو باش تعطينا صوارد والوان امريكا. يلزمنا سنوات تغير نوعي في موقف نجي نايم ذا بينا نمشو. اما ورث بتاع 60 سنة ما يلزمش واحد. دقة النص الامريكي يقول لك للعلاقات التقليدية التاريخية بين المؤسسات تاخي مسيب والغرب تاخي مسيب تاخي مش مسيب العملية مش مسيب. امريكا اليوم الشعب التونسي هو لهنا, يا الشعب التونسي يا قيس سعيد. قيس سعيد في رأي نجيب الدزير يمثل هو الشعب التونسي في الخيارات الماشي. نرجع للمجموعة بتاع المثقفين اللي والسياسيين الصح. اليوم رضوان المصمودي ورفيق بوشلاك وسمية الغنوشي في أمريكا ويعملوا في اللوبي باش التونسة تعرف اللي تقريبا عندها 20 يوم صار حكم على اللوبي بتاع نبيل القروي وتحكموا بخمسة مليار دولار تخطية وعم حبس. معناتها ثم لوبيات في امريكا تمشي لوزارة العدل اتقعد قلنا باش نعمل لوبي بتاع ضغط والناس تاخذ سوارد. انا فوكوياما ماخذ فلوس على الموقف معناتها فوكوياما ماخذ فلوس معناتها فوكوياما ينجم بتاثيرات لانه ما كي تمشي انا ساعات كي نسمع البرة يعني ما تشوفش فما بالجد معناها في تسلسل المنطقي هذو امريكان لور بيبي اللي هو الربيع العربي تونس تحديدا قلبه يشوفوا فيه فمن معناها انه يختنق وكذا. شكون اللي يشوفوا فيه موقف على ما تشوف على دي ما تشوفها في سياق لا 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 شوفها في سياق تسلسل منطقي للموقف الامريكي معناها العقل السياسي الامريكي العقل السياسي الامريكي وموقف الدوله الامريكيه اطراع في خصوصيه الشعوب وقت اللي امريكا تهبط. تقول انت الامريكان في الاخر مازالوا مع قيس سعيد هذا هو مازالوا مع البارح ونهار 3 ماي سفير الولايات المتحده الامريكيه عامل حوار في اذاعه السيده اذاعه السيده بتاع عامل حوار قلنا احنا ما زلنا ندعم الشعب التونسي وخياراته. اي بالضبط هذا السفير هو انا كنا نخاطب التاويلات تختلف كنا نسال على موقف امريكا موقف الدوله الامريكيه حظوما بتاثيرات لوبيات معينه يهبطوا في موقف يضغطوا على الخارجيه الامريكيه باش تبدل موقفها وكذا. اما هاي اللي هو المشكل وين انا الامريكان هذوما يخلص وارد قنعوهم بالبكي وقيس سعيد قمعنا وشردنا وكذا ولا خلص وارد. اما اذا كانت وينس يمشي يدفعوا في فلوس اللي هما نهبها من تونس باش يجوعوا التوانسة او الاشكال الخطر الكبير ومن بعد يجي يحب يتحمل مسؤولية ويقولك انا وطني وهي نعمل حوارات ونقعدوا على الطاولة. انت مع علاقة انت شي علاقتك راهو قضايا العارضة اللي قاعدة تدور عند الامريكان بتاع حبس المساعدات وجوعوا التوانسة. لانك تعرفش ما انت تحبس عليك امريكا المساعدات الغرب الكل باش يحبس عليك لانه باش تطبع بعضه. نعم. شوف هذا الشعب التونسي هذا مسارش هذا مسارش ونعاود نذكرك انا جيب راك تتعامل معه وقائع وليس مع معنى تمنيات ولا حديث البر. المساعدات الأمريكية يا نجيب انا هو المسارش المساعدات الأمريكية في تونس. اسمح لي حسين لم كل المبررات نتاعك حضر ردك على نجيب لانه كلامه مش هين يعني من قلب الولايات المتحدة الأمريكية يزبك انت زادة تكون عندك نفس التحليل بنفس المعطيات والمعلومات من قلب البريكس الصين وروسيا. هذاك علي نعطيك فسحة توا والسادة المستمعين يسمعوا الأخبار مع سالم هلال ونرجع يلا 8:33 دقيقة تسمعوا في ايميسيون امبوسيبل حلقة الجمعة 5 مايو 2023. قبل ما نستألف النقاش نحب نذكر بالصحيح بالتظاهرات العلمية بالأجواء في تونس ونعلم الجميع والحاضر يعلم الغايب يا سي زياد أنه نادي إيسام مايكروسوفت كلوب بالتعاون مع المدرسة العليا الخاصة الإعلامية والتكنولوجيا اس جي تيك ينظموا التظاهرة العلمية كودينج يونيفيرس وذلك أيام السبت والأحد
6 و7 ماي 2023 بالمركب الشبابي بمنوبة. التظاهرة هذه باش تكون فرصة للمشاركين للاطلاع على آخر المستجدات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي. حكاية كبيرة هذا الذكاء الاصطناعي. الأسبوع القادم باش نخصص له حوار الصباحي اليومي مع أحد أهم خبراء الذكاء الاصطناعي، خلينا نفهموا هذا عالم جديد يتحول بيناتنا وإحنا ما زلنا عايشين. نقاشات أخرى. لا توا رد بالك، توا المرة هذية يقول لك بعد 60 سنة من اختلال التنمية بين الشمال والجنوب تجينا فرصة لتقارب العوالم. المرة هذه كان نكملوا نفلتوها هذه سيفيني قرون أخرى. فلتت. اليوم الذكاء الاصطناعي ولوج عالم الذكاء الاصطناعي، والمشكلة راهو مطروحة أمام كل الشعوب، راهو مش بنفس السياق بتاع النهضة القرن العشرين اللي يلزمها برشا إمكانيات وثروات وفحم وبترول وغاز. ليه الذكاء الاصطناعي هذا 0.0 قداش اللي يحكيوا عليه. نرجع للتظاهرة، خلال التظاهرة هذه سيقع تقديم عدة ورشات تطبيقية ومحاضرات من طرف أخصائيين في الميدان، وكذلك تنظيم تحدي هاشاكتون بين المتنافسين. هكا إن شاء الله يكون نطقته صحيح. هاشاكتون. وسيقع تقديم عدة جوائز قيمة للفائزين في التحدي هذايا. هاشاكتون. المشاركة مفتوحة لكل الطلبة المختصين في البرمجة من مختلف المستويات. للتسجيل للمشاركة تسجيل مجانا، يمكنكم زيارة صفحة فيسبوك بتاع إيزام مايكروسوفت كلوب أو صفحة إس جي تيك، أو الاتصال بالرقم 21 99 98. نعاود نقول الرقم 21 99 98. على ذكر تحدي الذكاء الاصطناعي لدخول المستقبل أو لمواجهة المستقبل، نحب نذكر أنه الدولة العثمانية لم تسقط إثر الحرب العالمية الأولى، وإنما الدولة العثمانية سقطت عندما أفتى المفتي متاعها بتحريم المطابع. المطابع، الطباعة، آلة المطابع، الطباعة اللي كانت هي المدخل للعالم الجديد. بالضبط. فوالا. يلا نرجع للجودة نحن. نرجع للأسف بعيد على الذكاء الاصطناعي، نحكيه على الأمريكان والكلام اللي حبيت تتفاعل فيه أنت يا حسان مع نجيب. يلا. ما يتقال كونه الأمريكان والتحكم 100% في الشعوب والواحد راه غلط. الأمريكان بعد حرب العراق، بعد التكلفة، بعد نوع من النقاشات الداخلية، لأنه الاعتقاد أنه الولايات المتحدة الأمريكية جسم واحد هكا بلوك متجانس راهو غلط. راهو فيها عرفت التيارات، فيها حركية كبرى، في طلوع وصعود عرفت اليمين واليسار، وفي نقاشات كبرى مجتمعية انتهوا الى جملة من الاستخلاصات اللي باش تولي تنوع من ما توجه سياساتهم الخارجية. هذاك علاش كانوا مع الثورات، حتى اللي معنى سياسي ومكسب سياسي، وكذلك اللي معنى اخلاقي ومبدئي عند البعض منهم، لانه النقاش من ندعم وما ندعموش كان نقاش حاد. عدم رؤية هذا زاد مشكلة في الفعل عند الفاعلين السياسيين. لكن خلينا فيما هو عملي وممسوس. من 2011 اليوم الناسي هذا تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية دعمت تونس حتى 21 ب 700 مليون دولار. ما هيش المساعدات الكبرى اللي انت تحكي عليها نجيب بتاع بشي جوع التونس. الأمريكان اللي عطاو الحاجة الوحيدة اللي عطاوها كانت عرفتها قرض خزينة، بما معناه حطوا فلوس في الخزينه كضمانه لاقتراض تونس واللي هو 500 مليون دينار. والعطف الاخرين الكل كان امريكا جت قلت ما تعطوش باش يعطوا. يا سبيل. امر الصرف يا امريكا سبيل. في العالم امر الصرف امريكا. تاك هو غلط حتى لهنا راك غلط. علاش؟ خاطر الاداره الامريكيه كان موقفها من 25 جويليه واضح، ومع ذلك ما منعش من وجود مساعدات وغيره. الموقف الامريكي مع تونس ما هيك تحكي على التوازن الدولي. شنو موقف الامريكي من 25 جويليه حسن؟ والله عبرت عليه في بياناتها نجيب. اختانا من الاحداث اللي معناتها كان امريكا جت 25 جويليه باش يصير. شوف لهنا بشيسك سؤال بركة لهنا انت انا مش هقعد اقول نجيب طبعا من جهة دفع انه 25 جويلية فعل سيادي محض ايه ومن جهة تقول كان الامريكان تو لحظة كان لقول لك كان هبط لك طبعة الزرق وعيطت للمؤسسات الصديقة الصديقة بتاعها بعتها بشي ما هو مش تقمع الشعوب كيما فرنسا نهار 14 في بعض الكروموجين. امريكا تنجم تبعث برش حويج اخرى ورايح يبسط عملي، وبل بالعكس بل بالعكس واعترفت بالدستور جويليا، بل دستور ديمقراطي اعترفت بالدستور جويليا. انا جي فما بيانات انت تحكي في كلام قالت علي بالعكس هيك تقول علي التمسك بالقيم الديمقراطية وحقوق الانسان الواردة في دستور 2022 معناها اعترفت به التمسك بالقيم
الوارده في الدستور 22 ودي حتى الدستور بن علي كان فيه قرار تقييم ديمقراطيه. انا جيب خلينا نكمل الحديث يهديك ربي. دونك لهنا الحديث على انه قائمه المساعدات كبيره راه غلط. راه تقريبا من 21 في عام 21 تم تخفيض المساعدات في ميزانيه 22 تخفضت الى 47 تقريبا 110 راهو اعلى عام خذينا فيه مساعدات امريكان كان في 2016 خذينا 146 مليون دولار اضربهم في 3 وقت اضربهم في 2.1 تعرف شنو قاعدين ناخذوا في مساعدات محدوده موجهه للمؤسسه الامنيه العسكريه شويه في القضاء ومساعدات اقتصاديه للشركات دون ذلك مثلا مش اللي تحكي فيه باش يتجوعنا ما تجوعناش فنبعدوا على انه شيطنوا المعارضه على اساس هي تمشي للتجويع التونسي ما صارش منه مثلاش حد مع التجويع التونسي الجوع العسكر ولا ما تجولجي هذيك راه البوليسيه يزي هم مش تونسيين يا نجيب اخي امريكا تعطي في مساعدات عسكريه معناها تعطي في سلار بتاع العسكر يا راك لاني قعدت وترد في الجيش كانوا مرتزق يا نجيب يا اختار اش تحكي يا نجيب يتجوعوا كيما اش تحكي يا نجيب المساعدات الامريكيه ساهمت في القضاء على الارهاب معناتها انت تحليلك نعرفوا امريكا مش قدمت لنا حتى اضافه يا نجيب يا انا ما قلت لكش امريكا مش قدمت كيما بورقيبه كان نجيب مع القذافي هبط البالماريوم تو معقوله حسن الدفع فيه يا نجيب يا نجيب اسمع روحك ساعات باش تحكي وتناسق مع روحك وحاول تسمع فاش قاعد نحكي افهم وزاد يا نجيب يبارك فيك قاعد نقول لك كون محاولتك تشويه المعارضه بانها تحب تجوع غلط مش تشويه يا نجيب المعارضه اللي هي تحب تجوع يا نجيب مش وصف منش نشوه نجيب مش وصف وهذا يجاوب عليك بالارقام ما انت انا ظن المصمود يا نجيب يبارك فيك يا نجيب يبارك فيك سمية الغنوش ما تحبش يا نجيب يبارك فيك دوله فيك انت جاوب دوله في ميزانيتها سنه بركه 67 مليار في 11 عام ماخذه 630 مليون دولار من عند الامريكان معناه ما يجاوش 1.8 مليار كيفاش تنحي هذم باش يجوع هذا الشعب بميزانيه كيما هكا بسؤال بسيط ها نسال فيك سؤال بسيط ها باش نجيبك جواب بسيط امريكا مش عانتها برك امر الصرف في العالم هي امريكا تو امريكا تقول دول الخليج واللي والغرب سكر السباله باش يخليها محلوله يا نجيب تو هكا يا نجيب اي ولكن اللي تشوف فيه الان انه السباله مسكره مش مسكر السباله كذلك مش مسكر امريكا واضحه متعلق بصندوق النقد الدولي راهي مش امريكا امر الصرف يا نجيب راهو حطك التحجيم والحجم الكبير الامريكان راهو غلط راهو فما معادله فما جو سياسي جو بوليتيك اقرا المشهد كما هو عليه مش برغبات ولا بكرهنا وتعاطف أمريكا ليست هي الفاعل الأساسي في الملف التونسي الملف التونسي ملف شمال أفريقيا ملف أوروبي وهذا في إطار تقاسم الأدوار مع أوروبا بل 2011 بعد 2011 حتى بل 2011 بعد 2011 التقارب الألماني الأمريكي في الملف التونسي واضح التقارب الفرنسي الأمريكي في الملف التونسي واضح كركرتهم وراها أمريكا يا ودي ما كركرت كركرتهم وراها اللي ساهم بالسايب في 2011 لعب دور هي امريكا مش جي. انا مانيش مش قلت وقال كركرتهم رفع لك شعارات انا قاعد نعطيك في معطيات موجوده عند الناس الكل واضح اليوم الملف الامريكي واضح بالنسبه لي ملف تونسي مش ملف الاساسي هناك ملفات اهم قراءه الملف التونسي في اطار مشهد كامل الامريكان ما همش ماشيين في تقاطع المساعدات على تونس يلا. بالعكس نذكرك يا نجيب كانوا عندنا سفير امريكا حكى على 25000 طن من القمح جايين لتونس وانه وهذا عبر وكاله الدعم والتنميه الامريكيه المساعدات الامريكيه USD وعدت مؤسسات اخرى وانه عم ناول قلت عم ناول الامريكان اعطونا 70 واعطونا 60 واعطونا 120 مليون دولار لشراء قمح قاعدين يقدموا في مساعدات حطوها هم ما يرتعش علوا عليها ولا مساعدات انسانيه مساعدات انسانيه بما معناه هذه مساعدات توجه لكل الدول الفقيره نعم نعم. مشات للصومال مشات للسودان اللي تسرقت منها وفق ما سمعنا في الاخبار تمشي للدول هذيك مشات لتونس باعتبارها دوله فقيره في التصنيف الامريكي لا اكثر لا اقل يا نجيب يلا لا اكثر ولا اقل بربي خل الاصدقاء يصلحوا لي يقولوا لي التحدي هذا المعروف الذكاء الاصطناعي هو تحدي هاكاتون هاكاتون فوالا باش ننطقوه بالكدا دخلنا بعضنا نحن وكذا تحدي هاكاتون يخلينا مش تغلط في الهاكا في الهاكا لا لا غالبا انت ما نجيب انا مانيش كيف اختصاص ذكاء اصطناعي غالبا سبحان الله وتحديدا هاكا او بشارك في تحدي هاكا انا عندي بشارك سنوات سنوات في هاكا كل مره تهز انت هاكا يقولوا لي نجيب هاكا انت يعيطوا لك نجيب هاكا بيان يلا عندنا شهر ولا ما عندناش شهر هاي عندي لشهر سيدي مني 44 دقيقة المخرج داخل بعضه نعرف الله غالب دخلنا له الصباح بدخلة ما كانش يحبذها الله غالب دخل بعض ولا نزلين على الأقراص تدخل بعضها 48 دقيقة سيد المخرج حلقة الجمعة سيد المخرج 5/5/2023 والقانون واضح وبذلك يتفوق الترجي الرياضي التونسي
يوم السبت 31 ديسمبر. مسموح ليك ما يصيرش. المقابلة تتوقف. سبع لاعبين والقانون وضع. وبذلك يتفوق الترجي الرياضي التونسي. يا الطاجيك الغول، يا الطاجيك الغول، يا الطاجيك الغول. برا صح عليك سيد المخرج، ما يصيرش. المهم نحب نوفر لك راحه نفسيه، ما يصيرش. خلينا ناملوا سلامه وحسن سير ايميسيون امبوسيبل نهار اليوم. اريج الحمروني الفري فود لانفو. صباح الخير، مرحبا بكيف مستمعي إذاعة إي إف إم. باش نحكيو على الأخبار اللي قاعدة تروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحكم على مريم الدباغ بثلاثة شهر سجن بعد شكاية رفعتها ضدها الديوانة التونسية في حق مريم الدباغ بعد تصريحات قديمة. شنو التصحيح من الغالط في الموضوع هذي، وما علاقة سمير الوافي بالشكاية وبالحكم هذي بالسجن؟ معانا عبر الهاتف محامي مريم الدباغ السيد الأستاذ بليل تازني، باش يعطينا أكثر تفاصيل ويقولنا صحيح من الغالط. صباح الخير أستاذ. بخير، مرحبا بك، مرحبا بي أفهم. شكرا لك على تلبية الدعوة. كما كنت تسمع بعد اللي دار البارح على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مريم الدباغة تحكم عليها بالسجن بثلاثة شهر بعد شكاية رفعتها الديوانة، شنو صحيح من الغالط من اللي قاعد يدور في الريزو سوسيو، وما علاقة سمير الوافي اللي مريم ديجا كانت جاوبته البارح في ستورياتها على انستغرام؟ والله نحن بدنا تفاجأنا البارح طرف حكم غيابي خلافا لما كان تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي وعبر بعض المواقع. الحكم هو حكم غيابي، اليوم باش نقوموا باجراءات الاعتراض عليه. وكما يعرفوا الناس الكل بموجب الفصلين 175 و180 مجلس الاجراءات الجزائيه عن الاعتراض باش يوقف التتبع الى حين وصول الشخص امام المحكمه وتقديم دفعات وتقديم مؤيداته. هي شكايه صحيحه قامت بها الديوانه. وكهو باش نقوموا معناها باش نمثلوا امام المحكمه. وعلاش قامت استاذ الديوانه؟ فين السياق؟ في سياق تدوينه كتبتها مريم الدباغ ولا فين السياق؟ هي في سياق لايف كما عملته هي. اما ما تمش لا ذكر سمير الوافي لا فما معناها مساس بهيبه الديوانه. بالعكس نحن نحترموا مؤسسات الدوله، نحترموا الهيكل نتاعها. مريم معناها كل مره تم استدعاء القضاء مثلت. نحن في القضية هذه ما تمش استدعانا حكم غيابي سيبورهي. أستاذ بربي قبل ما تزيد تواصل ماذا بينا نقفوا على التفاصيل. المسألة إذن متعلقة بلايف عملته مريم الدباغ، تعرضت فيه للديوانة ولا حاجة؟ حكاية أنها سافرت ولا بالضبط فين السياق كان ذكرنا؟ والله هي معناها ذكرت ما ذكرت سمير الوافي بالاسم، ما تعرضتش بالإساءة لأعوان الديوانة. اللي ديتاي ما نجمش نعطيهم لك، هما موضوع قضية جارية ما نجموش ندخلوا برشا في الديتاي. اللي نجم نقوله اللي معناها سمير الوافي ما تمش ذكر اسمه في شخصه، والديوانة ما تمش الا تعرض عليها معناها. ولكن استاذ الشاكي سمير الوافي هي الشاكي هو الديوانة، ولكن سمير الوافي حتى في ستاتيو اللي هبطها البارح قال انه بعد ادعائها تعرض له. ما نحبش نتعرض لما جاء به سمير الوافي، كل واحد مسؤول على اقواله وعلى ما جاء به هو في صفحات التواصل. اللي نجم نقولوه اللي سمير الوافي ماهوش طرف في القضية هذايا، شكي سيغي سيخا الشاكية هي الديوانة، والحكم هو حكم غيابي. فطبنا باش نقوموا شوية آخر بإجراءات الاعتراض، والاعتراض في الأحكام الغيابية هذوما يوقف التتبع. يعني الشخص باش يمثل أمام المحكمة ويقدم دفعاته، أكثر من هكا ما نجمش نعطي معناها دي ديتاي عن قضية، خاطر قضية منشورة سي برهان مكتار كتبها حاجة قضية منشورة أمام القضاء، خاصة فيها سونسيبيليتي القضايا الرأي العام هذوما تدخل فيهم برشا، تولي كأنه ظرف تجديد بالنسبة للمناوب. خلينا نحكي أون جينيرال على الصبغة القانونية نتاع أستاذ معك زياد الهاني باش يستفسر. مرحبا أستاذ. بعد إذنك عندي مجموعة من الملاحظات، وأنا اللي نعتبر نفسي من المختصين في القوانين نتاع الصحافه واللي عندها علاقه فيني بحريه الراي والتعبير. نحب نلاحظ انت بدايه انه قال لك ماهيش داخله في اطار حريه النشر. انا جايك مو اسمعني وسع بالك معايا يا استاذ، خاطر راني بين قوسين حتى للساده المحامين عملت لهم تقريبا ثلاثه ومجموعه المحامين ثلاثه او اربعه دورات تدريبيه في المسائل هذه فهمتي، بالذات لاني يعني نعتبر نفسي فهمتي مختص فيها. الحاجه الاولانيه هو انه اللي يمنع النشر بتاعه هو الوثائق قبل ما تقع بتاع القضايا، قبل ما تقع تلاوتها في جلسه علنيه. نحن اليوم في قضيه تحكم فيها ابتدائيا
وأقر الحكم الابتدائي في الاستئناف. دونك حتى شيء ما يمنع في الخوض في التفاصيل متاعها. شنو اللي فيها القضية ذي؟ مريم الدباغ في الفيفري 2020 نشرت تغريدة على الحساب بتاعها في تويتر تحدد خلالها اللي هي تمكنت من تعطيل وجه إعلامي معروف بيسور هنا مدرج بالدسمه اللي هو سمير الوافي من السفر لفترة زمنية طويلة قبل ما تتدخل تسمح للإعلامي هذايا وصديقته بالسفر بفضل علاقاتها القوية داخل أحد المطارات. هذايا الموقف هذايا أو التغريدة في هذية هي أثارت استياء الديوانة. مشات شكات بها، مشات بها شكات على شنو؟ هي كان المفروض أن الديوانة هذية عبرت للمرأة في ثم كلام في مني قالته في وسيلة في وسط من الوسائط بتاع التعبير. الديوانة رأت أنه فيها إساءة اعتبارية في امتلاها هي، كان يفترض أن تقوم بها بقضية حسب المرسوم 115 في الثلب باعتبار أنها نسبت لها أمور اللي هي تمس من الاعتبار متاعها أو تمس من شرفها المهني أو من التزامها المهني في الديلاخيري. اش عملوا هما؟ مشاو اشكاو حسب وتمت الإحالة متاعها حسب الفصل 86 مجلة الاتصالات. فصل 86 مجلة الاتصالات من الجرائم اللي قاعدة تقع اليوم في تصفية الحسابات جزء منها عن طريق عدم الإلمام بالقانون بدقة ولكن جزء آخر لتصفية تفتيل الحسابات هو يتعلق بالإساءة للغير عبر شبكات شنية الاتصال العمومي. وقتاش تعمل ذا 91 علاش تعمل؟ لكن الناس اللي كانت شبكات الاتصال العمومي اللي هم التليفون والفاكس وكذا ويبدأ يقلقوا في الناس ويسبوا فيهم إلى آخره. دونك ما هوش داخل في شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي فضاءات فهمتي للتعبير. وأكثر من هذايا المحاضر اللي عينوها أنتروتر العوان متاع الضابطة فهمتي العدلية فيما يقع فهمتي من إساءات في ما يصدر هذه في شبكات الاتصال العمومي راهو مش طحال لكل جمهورية وكل جمهورية يقوم بالتتبع، لأنه حسب الفصل 80 من القانون هذايا أنه هذه المحاضر تحال إلى وزير الاتصالات ووزير الاتصالات هو الذي يحيلها لكل جمهورية، وإذا كان هذا ما يتمش فالقضية باطلة ويمكن الطعن فيها. خلي يتفاعل معنا أستاذ تفضل. برهان سيد زياد باش نهزه معايا في المرافعة. لا ملا ملا تفضلك انت. ما شاء الله ما شاء الله عليه مرافعة مرافعة طيبة حسين. اي شنو التعليق؟ هذا هو التعليق الوحيد سيد بلال. انا نشكر سيد زياد على المعلومات هذه اللي قدمها للعموم. انا شكرا سيد المطل اللطف. المرافعة المرافعة مكانها هي المحاكم وروح المحاكم. انا نوافق على قالوا الكل. انا ديما عندي واجب تحفظ حتى احتراما للسلطات القضائية وللجو العام اللي ولا في تونس. خلينا تو في الراديو في التلفز القضية تلقاها كاملة ناقص كان مش بالتقارير. أنا كلامه كله صحيح كلامه كله تبارك الله عليه موافق عليه. أما ما يسالش في كل مقام المقال. مازال تعقيب مازال تعقيب أستاذ الطعن في القانونية نتاع الأحكام هذه وبالتوفيق إن شاء الله مع تضامني الكامل مع مريم الدباغ في الانحراف بالإجراءات التي ضدها وأعطاها عقوبة سجنية وقت اللي أكثر شيء ممكن تتعاقب من أجله هو الخطية ب 2000 دينار حسب مجلة حسب مرسوم حرية الصحافة عدد 115. يعني القانون في زيادة في الفصل 175-180 يتيح لشخص اللي تحكم غيابه يمشي يجي ويحضر ويقدم الدفعات. واضح واضح واضح. نشكركم برشا على التفاعل. شكرا شكرا سيد بلال في شكرا شكرا. يلا في نفس الإطار يبدو عريج يسعدنا رغم انه يحب الترجي هو وجبته توا في الواحد ما يسالش هو معايا على التليفون. حط له بربي قبل ما يدخل خلينا نرفع له شويه معنويات. حط له نهار 5-5 شو حصل خليه يسمع معايا زيد. عبد الساسي عبد اللي عبد اللي عبد اللي تمشي كره محايسي محايسي كجناح ايمن وقبل ما تخرج محايسي يراوغ لاعب يراوغ لاعب واشو شان والهدف الخامس الهدف الخامس اللاعب البياري. صباح الخير سمير الوافي. صباح الخير سي برهان. لاباس عليك. عايشك. انا حبيت نجاوبك. اي نعرف انا هذيك عليه نعرف. نجاوبك انت مش معناها استفزاز الاحباء النادي الفريق. رد بالك تغلط في ظرف دقيق وحساس رد بالك تغلط. صح عليك. انا تمنيت لو كان جبت لي هكا انتصار البارح عم ناول. لا والله بالعكس والله ما احنا رانا بمعناها رحنا احنا رانا والله موضوعيين يا سمير. خلينا نجاوب بعد. اي 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 يعطيني قف مش
معناتها عم ناول 3 سنين عامين عام يا اخي ما عندها قداش عندها اللي قعدت قديم. احنا عباد رفيني راهو نحبوا القديم والعتيق. هي كهف ولا احنا انتصاراتنا مش في المتحف، انتصاراتنا في الاخبار تاع البارح. يعطيك الصحة سمير، على السلامة. طمنا الساعة على الصحة على الوالدة. الحمد لله لاباس. لا الحمد لله عايشك. يا خويا تحية للحاضرين معاك. يعيشك 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 خونا زياد وجماعة كل. يعيشك سمير يعيشك. يلا وبالمناسبة سمير نحب نعبر على تضامني الكامل معاك في قضية سوسة. يعيشك تضامني الكامل. وانا تبعت البلاتون تاعكم شفته بعد ما خرجت وميرسي بوكو على التضامن وعلى على الموضوعيه، خاصه لانه الموضوعيه مهمه برشا. ونادره توا وليت نادره برشا. توا نحيلك الى الضابطه العدليه المحقه نتاع البرنامج ريج الحمروري. توا هي اللي باش تحق معك. صباح الخير سمير، شكرا لك على تلبيه الدعوه. كان معنا منذ قليل محامي مريم دباغ في القضيه اللي كنا سمعنا بها البارح، او عاوده رجعت للاضواء البارح، اللي هي كانت صرحت انها استعملت معارفها في الديوانه باش تعطلك المحامي نتاعها. ما نعرفوش هل حب ينفي او بتحفظ على القضيه اللي هي منشوره. قال انه لا علاقه لسمير الوافي بهذه القضيه وما حبش يعطينا اكثر تفاصيل. انت البارح كنت هبطت ستاتيو بعد الحكم هذه وأكدت أنه العليق القضية هي نفسها اللي تم تعطيلك فيها من المرور في الديوانة باستعمال معارف مريم الدباغ. شنو توضيحك في الموضوع؟ لا هو أولا ما تمش تعطيلي، هي ادعات أنه تم تعطيلي وهي اختلطت. أنا كان بيودي بصراحة من جاوبش، ولكن لأنه صديقي برهان هو منشط البرنامج وأصدقائي غادي، أنا ما حبيتش نرفض الدعوة. ولكن المفروض بصراحة نترفع على الرد على العبادة ذوما، في العادة ما نردش وما رديتش بكل، ورغم السبان اللي صار وعشان أنا ما سألتكش على ستوريت، أنا سألتك على ستاتيو. أنا نحب مثالش، أنا نجاوب بصفة عامة وفي وسط ستاتيو مانيش باش نقعد. ولكن أنا بالنسبة ما فماش ستاتيو، فما ستوري في الانستغرام مش كما قالوا في الفيسبوك. وعنده سنوات سنوات يظهر لي 3 سنين ولا عامين حاجه هكا في 2020 يظهر لي ما نعرفش فانا عام. انا وقتها مسافر لباريس، وبعد معناها تفاجأت فما ستوري عملته السيده هذه، قال بلي اللي هي عطلتني في الديوانه واستعملت معارفها وكذا، هذا الموجود موثق. وجاوبتها انا في برنامج نوف الورتاني، طلبت الديوانه باثبات هذا او الرد على هذا او رفع قضيه اذا فما، خاطر قلت هذا اعتداء على هيبه الديوانه وعلى الدوله التونسيه كي تجي وحده وتعلن معناها علنا تقول راهو معناتها انا نتدخل وعندي معارف والنجم نوقف عباد في المطار. معناها حاجه مشينه ياسر وخايبه ياسر وماهيش باهي حتى للدوله التونسيه، فطلبت بالتدخل وقلت نحب رد. شنو معناها هذا الكلام اللي يتقال هذا؟ معناها احنا نجموا فما عباد هكا للدرجه هذه ينجموا يخرجوا يقولوا رانا كذا وكذا؟ جاوبت عندنا في الورتاني في الوقت هذاك، والديوانه تحركت ورفعت قضيه. رفعت قضيه وحتى الناطق الرسمي وقتها تكلم وقال احنا باش نرفعوا قضيه. البارح بلغني انه تحكمت في قضيه الديوانه بثلاث شهور سجن. ثلاث شهور في الاستئناف، يعني حكم الاستئناف. معناتها يتسمى حكم نهائي حسب ما نعرف، إذا غيابي فهو حكم بالنفاذ العاجل في انتظار الاعتراض عليه. أنا نجاوب خويا زياد بربي في نقطة مهمة. سي زياد قال الحكم معناها جائر وكذا وحرية ودخلوا في حرية التعبير، مع احترامي لخويا زياد اللي هو أكبر مني ونعرف معناتها خبرته ونعرف مواقفه المبدئية ونحترمها برشا، ولكني اسمح لي باش نجاوبه. راهو اللي قالته السيدة هذه ما يدخلش بالكل في حرية التعبير. راهو يا سي زياد كان تسمع اللي فيديو اللي قاعدين يخرجوا اللي فيهم سلب الأمي وسبان الأمي وكلام زايد وكلام خايب برشا وكلام يهين كرامتي، ورفعت قضايا أخرى. ونهار الاثنين ثم جلسة أخرى على فيديو من الفيديوهات. يلزمك تعرف الشخص قاعد يقول
باش تفهم اللي حريه التعبير ماهيش هذيك حريه التعبير. لو كان تسمح لي سمير، لو كان تسمح لي بتوضيح صغير برك يعيشك، لو كان تسمح لي توضيح صغير عيشك. انا ما قلتش راهي اللي قالته يدخل في حريه التعبير، لا معناها انا قلت اللي قامت به، اللي قامت به راهو يدخل في العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم 115 المتعلق بالوحدة، ما يدخلش في معناها سمير، معناها سمير يدخل في مجال الاتصالات. اي يدخل سمير في كل الحالات ابار تنزيله القانوني، وانت يعطيك صحة زادة في كل الحالات في الستاتيو اللي هبطته. معناها قلت انك ماك شامت لا تتمنى الاحكام السجنيه لاحد، بالعكس في ذروه الخلاف معها، ولكن انت كل هو برابو. هذا اللي يحكي لا اتمنى السجن لاحد، ولست شامتا ولا تسعيد لهذه الاحكام. باش نوضح لك اقول لك زياد شنو هي مشكلته، كيما مشكلتنا توا في علاقه بهل السلوك الجزائي. انا مع زياد، احكم عليها، احكم عليها ان تعوض لك فلوس، احكم عليها ان كذا بالضبط. اما السجن لا مش نكمل. تفضل. هي تتعدى على مجال الاتصالات مش مجال الصحافه، لانه الصحافه يتعدي عليها صحفي، مجال أو قانون تعدوا عليها الناس كل، الناس كل، الناس كل يا سمير، مش كان صحفي برك. معناها عبد طول نستسهلوا الحكاية سيد. البارح مثلا مش نعطيك مثال، ردا على ستاتيو تاعي البارح هبطت فيديو آخر جديد فيه كلام خايب وكالعادة ستوريات انستغرام، ويعني اسمع راهو الاستسهال هذايا تو مره مرتين مش مشكل واحد معنا، ومره ويتجبد واحد شخص وساعات يتجاوز ويترفع وساعات حتى قضيه انا نسبه كل يوم، ساعات حتى قضيه ما يرفعهاش، ولكن وقت اللي تتكرر وبطريقه معناها فيها سلب وفيها جبدان العائلات وفيها وفيها كلام زايد وفيها كلام ماهوش به بالكل وما يتجرأش يعني واحد يقوله ساعات حتى في ثلاثه من الناس. انا تربيتي واخلاقي ما تسمح ليش مش قولوا حتى قدام ثلاثة من الناس، يعني نجم يتقال مع صاحبك معناها في فتك كي نجم هكا في حلاحة تغش، أما يعني كلام للعلن بخلاف قضية نهار الاثنين اللي انت شاكي معناها فريمون باش تقولوا بخلاف قضية نهار الاثنين اللي انت رافعها ديجا، هل باش تعاود ترفع دعوة فيما يخص تورية البارح؟ انا رافع ديجا ثلاثة قضايا، ما لقيتش وسيلة اخرى خويا زياد، انا ما لقيتش طريقة اخرى لرد الاعتبار. انا ما نجمش نعمل فيديوهات ونسب الناس، ما نجمش نقول كلام زايد، ما نجمش نجاوب الناس في فيديوهات بكلام زايد هكا مباشر وعلنا، ما نجمش، ماهوش مستواي انا، ما نجم نرجع لرد الاعتبار حتى اللي انا ولا العائلتي الا بالقضاء ياخذ لي حق. وهذا حقك، هذا حق. شكرا ليك سمير. عندي ثلاثة قضايا ونهار الاثنين فما جلسة اخرى القضية اخرى اكبر من هذه، وهذا حقك. واضح. شكرا ليك سمير، فهمنا وقت الأخبار، شكرا لك على التدخل والتوضيحات، في انتظار تواصل هذه القضايا نأخذ أكثر تفاصيل الأسبوع القادم. ميتيو الأخبار ونرجع لبقية فقرات إيميسيون إمبوسيبل، تبقوا معنا. بعد شوية مكملين في إيميسيون إمبوسيبل مع بورين بسايس على إي إف إم أحلى راديو.